انت بتتكلم دلوقتي اول حاجه. اليوم حندشن بعد شويه جهاز لاول مره اجهزه، كنت متناقشت مع كابتن حسام ومن اول الموسم كنا نشتغل عليها، والحمد لله انه في اول الموسم ما تمتش لانه طلع اصدار جديد. الفريق حيكون اول فريق، قبل شويه كنت بشرح لاعضاء مجلس الاداره، في العالم حصل على هذه التقنيه، والتقنيه هذه اساسا موجوده في فرق كثيرة وعالمية زي ريال مدريد، برشلونة، السيتي، مانشستر، في فرق في المنطقة، الهلال والنصر والاتحاد. لكن الأبديت القديم، الأبديت الجديد أجهزة متطورة لقياس كل حاجة في اللاعب، عندها خاصية ألارم مبكر للإصابات، احتمالية الإصابات، وعندها خاصية الكونكشن مع اللاعب عن طريق الموبايل بتاعه بأبليكيشن معين، حتسهل للمدرب حاجات كتير وحتطور من حاجات كتير وحتنقل الفريق الليفل تاني. احنا عاوزين نشوف نجاحها ان شاء الله، وانا من دلوقتي بعلن انه ان شاء الله نجحت واستفادوا منها اللعيبة، ممكن نقدم نسخة منها هدية لمنتخب مصر الغالي علينا قبل كاس افريقيا يستفيد منه اجيري. انت بتتكلم مهيب،